وقول البعض هؤلاء مسيحيون أو هذا مسيحي هذا مخالف لصريح القرآن ومخالف لواقع النصارى. فأما مخالفتهم لواقع النصارى فإنهم ليسوا متبعين للمسيح، وأما المخالفة لصريح لفظ القرآن أنهم بأنفسهم نسبوا هذا الاسم إليهم. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. فعلى المسلم أن يكون دقيقا في ألفاظه، لأن الألفاظ مما يعنى بها الشرع.